تفقد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله السالمين بن حبيش معسكر الأمن والشرطة وعدد من الوحدات الأمنية والشرطوية والدوريات والنقاط الأمنية، وقدم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا لهم التوفيق وتأدية مهامهم الموكلة إليهم في خدمة الوطن والمواطن. وأشاد العميد بن حبيش بجهود رجال الأمن والشرطة من خلال تواجدهم في مواقعهم خلال أيام العيد لحفظ الأمن والاستقرار، مشددا على رفع الجاهزية واليقظة العالية والحس الأمني في التصدي للجرائم، متمنيا أن يعيد الله هذا العيد وقد تحقق للوطن كل ما يصبو إليه من سلام ورخاء وأمان.